يا شو مالك مخشبة كده ليه؟ قلت لك ماليش مزاج الليلة وانت اللي قفشت. قفشت؟ قفشت ده ايه؟ يلا يلا ده ايه؟ بقولك ماليش مزاج الليلة. هو ايه؟ هي دي اخر ليلة ولا ايه؟ لا يا شو مالك؟ ماليش، ما عنديش مزاج، وبلاش فضايح بقى. فضايح؟ فضايح دي ايه؟ حقي وحق انا كمان يا اخويا انه يبقى بكيفي. طب وايه اللي مش جايب كيفك يا شو؟ جتتي مولعة نار، مش طايقة نفسي فيها حاجة. دي مولعة؟ مولعة ايه؟ ده انا حاسس انك انت لسه طالعة من التلاجة دلوقتي. بقولك ايه، انجزي مفيش وقت. يلا انجزي يا اخويا. اذا كان على تمن الحباية اديهولك. حباية ايه؟ تمن حباية ايه؟ انا بجيبها بالعافية وعلى تمنها. وبعدين انا بعمل ده كله ليه؟ ما عشانك مرة تقولي لي انا باخدش حقي، ولما اجي اديك حقك تقولي لي ماليش مزاج. يا راجل انت عايز تعملها لنا هالليلة الليلة دي؟ هو في ايه؟ ما حرام عليك بقى، وعديها بلاش تتخنها. بقولك ماليش مزاج يا معلم. شو شكلك كده ما بقيتش تحبيني زي الاول؟ يا لهوي، شوف بقول ايه يقول ايه الراجل. يا راجل حرام عليك، مش كده؟ مش طايقة نفسي، حرام عليك. خلاص خلاص خلاص، شو براحتك شوقك اهو كده يا معلم. يا صاحب توكيل المزاج في البر كله. بس انا كده مش عارفه ايه. طب خديني في حضنك حتى. اروح اجيب العربيه لحضرتك يا فندينا. انت لسه ما جهزتش العربيه؟ ما هم قالوا ان حضرتك نايم. مين دول يا دي اللي قالوا ان انا نايم؟ وانا بنام؟ لا اجري هتجيب العربيه. هوا ايه الحيوان ده؟ ده حيوان وانا بنام؟ معاش اللي يقول كده يا فندينا. المتر رضوان بيدور على معاليك. رضوان مين؟ بدران. بدران بيدور على معاليك. ده ايه الزريبه اللي انا وقعت فيها دي يا ربي؟ اقول له ايه يا فندينا؟ فندينا فتله. الحمد لله على السلامة. نورتي الحارة، كانت مضلمة من غيرك. منورة بيك طول عمرها. خرجتي امتى؟ النهاردة. وعاملة ايه دلوقتي؟ الحمد لله أحسن كتير، بس أنا زعلانة منك. حقك عليا، أنا كان المفروض أجي أستقبلك وأنت خارجة، بس والله غصب عني. خلاص مش زعلانة، كفاية اللي أنت عملته. طب أنت واقفة ليه؟ هتقعدي؟ أو يعني تدخلي جوه عشان ما تستهويش وتريحي. بس الحارة وحشتني قوي، فقلت ابص عليها. يا تتوحش بتبص عليها. يا بنتي مش عايزه حاجه؟ لا ميرسي. وليها تاني كده؟ ميرسي. يتوب علينا ربنا. باي باي. بالعربيه يا حيوان. انا واتحبب ورومانسي وبرقص مي ونمسي. انا واتحبب ورومانسي وبرقص مي ونمسي. عبدو باشا انا بسال نفسي المكتب منور ليه؟ اتاري عبدو باشا قاعد فيه بقالنا كتير مستنيين الزياره دي. ربنا يخليك يا مرتي بيه.
بس انت عارف ان زيارتي لازم تبقى عند اللزوم. بس انت اتاخرت علينا تو ماتش. والله انا جيت حسب الاوان ومتهيالي عداني العيب. الكابتن ابراهيم سعيد اهوت رجلي ما بتتقطعش عن المكان. وانا ويتنج فور الاوان. اما بقى بالنسبه للدكتور الهردة بقى جاهز يا باشا وتسليم على المفتاح. الله عليك، رجع ليالي زمان. السياحه كلها اتضربت وما بقاش فيها غير اللوكل المحلي يعني. امال انا جاي ليه يا سعاده الباشا؟ انا جاي علشان اسلمه للي يستاهل، اللي يقدر تمنه. تشيل يا برنس. نشيل ومش هنختلف طول ما احنا ماشيين في الخير. بس قول لي مفاتيحه منين؟ لا معلش، قبل ما اقول اي حاجه لازم نتفق الاول على عمولتي. انتوا كلتوني لمؤاخذه قبل كده في عموله الكابتن ابراهيم سعيد. نتفق على عمولتي في الدكتور الهردة وبعد كده اقول لك مفاتيحه. والله يا أبلة ولا ليكي عليا حلفين، على قد ما أنا فرحانة رجعتك وشغلي معاكي، على قد ما أنا مقهورة لشمعتك اللي انطفت. مكتوب يا بيسا، مكتوب ولا مفر منه. على رأيك. نجمتنا عاملة إيه؟ طلت غريبة، إيه اللي جابك لحد هنا؟ روحي يا بيسا خدي يوميتك من شلبي. هو احنا كنا لسه اشتغلنا يا كابتن؟ من هنا ورايح الألمونيا هتقبضيها مقدما، وكل ده عشان خاطر نجمة المحل الأولى. تسلم يا كابتن. روحي يا بيسا خدي الشباب معاك. عينيا. يلا يا شباب. أكيد طبعا مجيتك لحد هنا مش ببلاش. أنا مفيش حاجة عندي ببلاش، كل شيء وله تمن. المهم الشيء ده يستاهل تمن ولا لا؟ طب انجز يا اخويا وهات من الاخر. طبخه مستويه ومستنيه الاكال. دكتور الهردة. هردة ايه يا ابو هردة؟ ماليش فيه. انا ماليش فيه وهو ملوش فيه وانت مالكيش فيه. احنا مجرد اسباب، والدكتور الهردة ملوش غير في الميه. مهمتنا القوميه انه يبقى له في حاجات تانيه كتير، والميه ما بقتش تجيب همها. انت شايفه مصاريف المحل عامله ازاي والسياحه اتضربت على الاخر يا نجمه. بقول لك ايه يا مال؟ اسمعي يا رومانا قبل ما تقولي اي حاجه تزعلني، ما تنسيش ان احنا اتفقنا وان افندينا خلاص بلح واللي جاي لازم يبقى احلى يا نجمه. ايوه بس انت عارف. انت رومانا ميزان الجمال في المحل، واللي زي دكتور الهردة ده يتمنى نظره من عينيكي. وبعدين انا مش بقول لك اعملي معاه حاجه وحشه لا سمح الله، لا دي سكتي ولا دي اخلاقي ابدا. احنا عايزين نخليها اوبن بوفيه، اي حاجه ياخدها من المنيو، سيجاره حبايه، يرفع له خط يجي يطلب، احنا نشتغل انت تقبضي. شفتي اخلاق ارفع من كده؟ لو انت الصادق ما شفتش اوطى من كده. ميرسي يا روحي، اتفضلي يا حياتي. حجرين وشويه قهوه يظبطوا الدماغ بدل خبط السهر ولطشة الشرب. ظبطت الدماغ ووزن الكيف على ميزان المزاج، دي لعبتي انا. خدي دي اضربيها بعدين. ايه ده؟
اللي جابهولي قبل كده كان لونه احمر. لا سيبك من الاحمر ده، خليكي في الابيض احلى. ده بتاع بلاد وده الاصلي. ده بقى يعمل ايه؟ يصفر الدماغ ويخليك تبداي من اول وجديد. خلاص هبقى اجربه. اما تعوزي منه بيقولي لي وانا اجيبه لك لغايه عندك بدل ما تروحي وتيجي. اللي قولي يا ماي فريند، انت بتشتغل ايه بالظبط؟ دكتور سنان. نعم. احنا هنهزر؟ انا عقبال امالتك سفير الكيف وراء النوح في كل خن، تلاقي بصمه ليا في كل ركن، تلاقي صوره ليا. انا بهوايتي انعش الدماغ واصفيها من كل زباله الدنيا. عرفتي بقى انا بشتغل ايه؟ طبعا. ايه؟ دكتور سنان. قتلتك دلوقتي وتويتك الحكومة هتنفعك بإيه؟ بس هنا يا فندينا، هو ده بقى المقر يا فندينا. هو ده؟ ايوه. اتفضل يا برنس. رايح فين؟ هاجي مع جنابك. لا لا لا، انزل لوحدي خليكم. طب خد بالك من نفسك يا معلم. خد بالك، خد بالك انت من العربيه، بس اوعى تحكها زي عوايدك. ما انا عارفك غبي حك، وتوب عليك ربنا. خد يلا. النهار ازرق. وده شاطرة. نعم. بالراحة يا بنت، بتبولي كده ليه؟ بتعرفي تقري؟ ايوه. طب اقري اليافطة دي. دي ولا دي؟ اقري اللي فوق. انتخب المرشح المحترم بجاش المري رمز الوطواط. تعالي شاطرة. نعم. يا بنت بالراحة. مكتوب المحترم. ايوه. ورمز الوطواط. ايوه. تشكريني يا ابله. العفو. يا اهلا وسهلا يا فندينا. الوطواط. تخافوا عزيزة عليا يا فندينا. يا اهلا وسهلا. والله ما صدقت ودان انك جاي. يا اهلا يا اهلا. بجاش. معقول يا فندينا؟ وشرفنا مقرنا المتواضع وماسونيا المحترم. مقركم المتواضع المحترم حسب امر اليافطه. عودة يا سونيا، عودة يا حبيبتي. ماله زي بيتك؟ محترم. أمار بقى محترم لما خطيت عتبته. ما شاء الله ما شاء الله. ايه بجاش ده؟ ده انت بقيت ولا نجوم السيما، كل صورة بوضع. اهو كله اكل عيش يا فندينا. وانت السادق كله شمال. اكيد مجايتك هنا وراه كلام كتير يا فندينا. خدمة قصاد خدمة، والحساب يجمع. وماله رقبتي؟ في واحد يا بجاشي هديك اسمه، عايز اعرف عنه كل كبيره وكل صغيره، اصله فصله، يعني باختصاره بالبلدي عايز اعرف كل اللي تعرف تجيبه عنه. اسمه ايه يا فندينا؟ في حاجتين في الاول، الاولانيه سؤال والتانية اتفاق.
اسمع كل اللي عاوز تقوله يا فندينا. تعرف يعني شو؟ مين؟ شو مرات الخيل؟ انت هتنح بقى وتهته من اولها بجاشي. هي كانت غزيت افراح وانت كنت بلطجي افراح. يعني لا مؤاخذه في ترعه موصوله ما بينكم. ها؟ تعرف يعني؟ كل خير والله. ومن ساعه ما اتجوزت الخال وهي في حالها حتى الترعه اللي ما بيننا اتردمت. ماشي. طب وايه بقى حكايتها مع النوح؟ النوح بتاع الجمال. النوح بتاع الجمال اسم الله عليك. ماله بتاع الجمال؟ ما هو كان زيه زي غيره داير وراها وجه الخال وقش. دلوقتي جه وقت الاتفاق. الكلام اللي هقوله يا بجاشي هيفضل سر بينا. سر. وانت عارفني ما اكرهش في حياتي قد الخيانه حتى لو تمنها رقبتي. ايه قولك؟ استبينا فندينا. قولي اسمه ايه بقى؟ ولا حبيبي العمروتي. مالك يا بنت؟ بتخشبك انا ليه ولا حكي؟ ابوس ايدك يا معلم، ابوس ايدك يا عبدالي وخليني امشي. لما انت يا اختي عارفه انك ما حصلتيش جريه عندي كنت بتلعبي بديلك من ورايا ليه؟ ها؟ ابوس ايدك يا معلم، ابوس رجليك والنبي. يا بنت يا بنت قومي، مش شايلين الذنب، انا مش قد. قوم الله لا يسيك، انا مش ناقص يا معلم. انا غلبانه وحدانيه وماليش حد في الدنيا ومش حمل اذيه. ومين جاب سيره الاذيه دلوقتي؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا بنت يا بنت انا سالتك سؤال ومستني ترد عليه. يا معلم اللي انا عملته ده مش برضايا. مين بقى اللي غصبك؟ أنا مش قد الحكومة. ولا الحكومة قدي. ويقدر على القدرة اللي ربنا. فاهمة يا بنت؟ يا بنت ما تخافيش. ما تخافيش. أنا لو عاوز أتويك كنت عملتها من غير ما حد يحس بيها. ولا كان في مخلوق هيعرف لي بطريق جرن. يا معلم أنا انت بنت طيب. طيبه. انت فاكراني ان انا راجل اهبل اتهطل على البنت اللي ضحكت عليه ولحست نافوخه بكام جلسه مساج وكام ضحكه ميصه وكام نظره رضا؟ بس انت لو كنت بنت بصحيح كنت لعبت على الحصان الكسبان. يا معلم انا من ايدك دي لايدك دي واللي انت عايزه، بس ارحمني والنبي. الرحمه من صفات الخالق سبحانه وتعالى، مش من طبعنا احنا بني ادمين. انت عايزني اعمل ايه يا معلم؟ ولا حاجه ولا اي حاجه. اللي انا عايزه انت عملتيه خلاص. يعني يا بنت انا اللي كنت مشغلك عند الحكومه عشان يوصل لها اللي انا عايز اوصله. بصراحه انت قمت بالواجب صح الصح، عشان كده انت تستاهلي مكافاه نهايه الخدمه. مكافاه؟ عشان تعرفي ان انا احسن من الحكومه بتاعتك. يبقى هبقى ودي يا معلم. هتجوزك
تعملي في نفسك كده؟ الدنيا يا اختي مش مستاهله، دي فانيه باللي عليها. ابعدي يا بيسا عني دلوقتي، انا مش طايقه نفسي، مش طايقه حد، ارحموني بقى. لا اله الا الله، والنبي ده انت سايباكي عين ما صليتش على النبي يا ستي. لا حول الله يا ربي، لا اله الا الله. طب اهدي شويه. الكلام ده صحيح يا مطني؟ ايه اللي صحيح يا حاجه؟ انا شايفها بعيني وهي بتمرمط الراجل في الشارع، وسابته وخدت تاكسي وراح طلع على البيت لوحديها فرضاني. وانتوا بلغتوا خميس بالكلام ده؟ لا لسه، هو مستني مني تقرير الصبح، بس انا قلت اسبق وابلغ معاليك الاول. انا عايزك تقول له الكلام اللي هقوله لك بالظبط. اقول له ايه يا حاجه؟ ان العربيه زاغت منك، وانت ما تعرفش راحت على بيتها ولا راحت على بيت الجدع اللي كانت معاها. ايوه يا حاجه، بس هي يعني بقول لك ايه، نفذ اللي بقول لك عليه. طيب افرض يا حاجة ان هو عرف ان ده ما حصلش. وحيعرف منين يا خفيف؟ هو طايق يشوفها لما حيسألها؟ ماشي يا حاجة، اللي تأمر بيه. كده يبقى عملنا اللي علينا، ونفضى بقى لأكل عيشنا. امشي انت دلوقتي. حاضر يا حاجة. المنظر من هنا تحفة، تحس ان كل الناس عريانين، لا حد متداري ولا حد مستخبي، كله مفضوح مكشوف على الاخر. هي ليلتنا هترسى على ايه بعد كده؟ يعني ايه هترسى علي؟ هنروح البيت طبعا. نعمل ايه؟ نروح بعد كل اللف ده وتقولي نروح؟ بقول لك ايه يا براء، انت دماغك عجبين، بس بصراحه كده انت مش التايب بتاعي. طيب الا طيب، ده انا طيب قوي وابن حلال وعجبك كمان يا بنت. ده انا براء النوح. طب اهدى على نفسك شويه، خلينا اصحاب ويمكن تعجبني بعد شويه. ماشي. بقول لك ايه؟ معايا سطرين تيجي نشدهم. مش قلت لك ان دماغك عاجباني؟ حاجة، أنا بحكي اللي حصل يا معلم. معلم الله يخرب بيتك، أنت خليت فيها معلم وراني، أنت إيه اللي هببته ده؟ أنت عارف العملية دي ممكن ترسى على إيه؟ ما ترسى زي ما ترسى يا حاج، في إيه؟ أنا كنت عملت إيه يعني؟ البنت جاية، ده أنا حتى قلت إنك هتفرح بيا وتسقفلي. أفرح بإيه يا أهبل؟ أفرح بإيه؟ عارف أبوها لو عارف حاجة زي دي هيعمل فيك إيه؟ هيعمل إيه يعني يا حاج؟ يعمل اللي يعمله يعني، وانا كنت عملت ايه؟ اسكت اسكت خالص، مش عاوز اسمع الصوت. يا ريتك تخرج من وشي. قوم يلا قوم يلا، امشي امشي. خلاص يا حاج اديني ماشي. يا نهار اسود ومنيل، بنت العمروتي بالمستر، ربنا يستر. أحبك. تعالي هنا. يا كرم. ليه الاصطباح العسل؟ بحبك. ايه الجو التركي ده؟ تحبيني؟
انما ايه جو الفطار ده؟ انت عارفه كويس ان انا ما بفطرش. دلع بجد بقى. صباح العسل. تعالى هنا. كرامه. انت عارفه غلاوتك عندي صح؟ وعارفه انا بحبك قد ايه؟ عشان كده اي حاجه انا عملتها قبل كده او هعملها عايزك تبقي عارفه كويس قوي ان مش قصدي بيها اني اضايقك. ما تخافيش، مفيش حاجه تقلق ولا توتر. انا يعني ايه حسيت اني عايز اقولك الكلمتين دول. احنا صحيح في سوء مزاج، انما في الحقيقه مفيش حاجه بنعملها على كيفنا. اوقات كتير بنعمل حاجات غصب عننا، يعني عشان المركب تمشي والمصالح بتتصالح. يتوب علينا ربنا. انا عاوز اعرف ايه اللي بيحصل في البيت ده. انا بقيت حاسه كده ان انا عايشه في سيرك. في ايه يا مطر؟ ما تصطبحي وتقولي يا صبح. صبح وانا ما بشوفكش بالليل غير متلقح هنا على السرير، وما انتش دريان بنفسك وما بسمعش غير شخيرك. وعايزاني فوق عشان ايه بقى؟ ان شاء الله كنت اشوف ايه حصره. انت ناوي تتجوز عليا يا براء؟ وانت يهمك في ايه يعني؟ هتعملي لي بقى فيها غيرانه ومش عايزه جوزك يتجوز عليك يا اختي؟ اسمع يا براء، انا ابويا سماني مطره عشان ارطب على قلوب الناس اللي حواليا، ومن يوميها وانا بستحمل كتير وبخزن زي اجدعها جمل بتربيه عندك. بس يوم بقى ما هتجيب لي دره وتخليني على ذمتك هتلاقي مطره تانيه خالص غير اللي كنت تعرفها. مطره مصحوبه برعد وبرق يقلب حياتك عليها وطيها. فاهمني؟ انت بتهددينا يا مطره؟ يكون في معلومك انا لغايه دلوقتي ماشي في سكه تراضي ما بيننا عشان عظم التربه. ها؟ انما انا لو حطيتك في دماغها مطره هشيلك من على وش الارض، هعلقك كده بين السماء والارض، اخليك تتمني الموت وما تطلهوش. وعايزك تطمني، تطمني اوي. انا مش هتجوز عليكي، مش عشان ميت في دباديبك ولا عاشق سواد عيونك، لا، عشان انت قرفتيني من جنس الحريم كله. بس ابوك ناوي يعملها. ابويا ايه؟ هتجوزها. تتجوز مين يا حاج؟ انت مش لسه قايل ان انت قريت انها يعني الحكومه؟ عايز تتجوزها؟ انت عايز تجنني ولا ايه؟ ده بدل ما تقول لي روح طويها وارميها في اي صفحه زباله واخلص منها. مش بقول لك هتفضل طول عمرك غشيم؟ يا افهم، بيتي دي الحكومه زرعتها في بيتي، يعني تعدوا حرمتي ودهسوا فرشتي. اعدى انا كل ده بقى؟ لا، تعدي ازاي؟ ده انت لازم تكافئها على مجداتها العظيمه وتتجوزها وتعمل لها احلى فرح في الدنيا. بقول لك يا حاج، بتعزم الحكومه كمان بالمره. وربنا فكره ما خطرتش على بالي. يا انت عايز تشلني يا حاج؟ عايز تشلني؟ يا ابني الهداوة، افهم، الجوازة دي أكبر كف للحكومة. بقولك يا حاج، مبروم على مبروم ما بيلفش، وأنت عارف إن أنا صايع ومدقدق. قول إن البت عجباك وأكل لك مخك. من ناحية عجباني؟ عجباني،
انما بقى واكله مخي لي زياده حبتين. بجوازي منها هبقى قطعت اي حبل موصول بينها وبين الواد الظابط ده. انما لو قتلتها يا معلم اول واحد هيلبسها انا، وده اللي هما مستنيينه. عاوز نصيحه ابوك، اوعى تسيب عظمه وراك، لان هتلاقي كلاب كتير تحوم حواليها وتجيبك بيها، ودي غلطه اي واحد بياخد اللحم ويرمي العظم. Good evening, gentlemen. Please allow me to introduce to you Mr. Khamis Abu Senna, also known as Efendina. Assalamu alaikum. بقول لك يا حبيبي. ايه ابيض والله. ابيض والله. قول لي فين بيطلع العسكري المغاوري؟ العسكري المغاوري او الشباك اللي هناك ده. بس لو ما مشيش معاك احمر معانا بني حاجه نظيفه. على فكره انا اللي بقضيله. ابعد من هنا خالص يا حبيبي، ابعد من هنا خالص، مش عاوز اشوف لك اثر هنا. ارمي السيجاره اللي في ايدك دي، ارمي السيجاره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايز حاجه يا اخويا؟ العسكري مغاوري. ايوه يا اخويا موجود بس مريح شويه. طيب ممكن تدي له خبر ان انا عاوزه؟ طيب اتفضل اصححه لك. حاضر. مغاوري مغاوري اصحى يا مغاوري. ايه عايزه ايه؟ في واحد يا اخويا بيسال عليك. قوم يا ولد. مين؟ قوم افتح الباب بسرعه. يا رب يا ساتر. بس ماشي اسف باشا. طبعا فول يا باشا. على مالك. ازيك يا باشا؟ تعالى قوم يا ابني نام. قوم اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا. ازي سعادتك يا باشا؟ الحمد لله على سلامتك يا مغاوي. الله يسلمك يا باشا. اجري بيت بسرعه، خلي حد من العيال يروح يجيب حاجه ساقعه ولا اي حاجه حلوه. يلا. حاضر. لا مالوش لازمه خالص، مش عاوز حاجه. لا ودي تيجي برضو، ده احنا النهارده زرنا النبي، لازم تشرب حاجه. والله ان كان ولا بد يعني يبقى كوبايه شاي. الباشا معلقه سكر واحده. ها يلا بسرعة. حاضر يلا يا ولا. قوم يا ولا. قوم تعالى تعالى قوم. خطوة عزيزة يا باشا. يعز ما يدارك يا مغاوي. أنا لما عرفت إنك مديت أجازتك قلقت عليك أو سألت عليك، قالوا لي إنك تعبان. قلت لك أطمن عليك. آه باشا ده والله الواحد ما فاهم، حيلي مهدود وصدري زي ما سعادتك شايف كده، شكلنا عجزنا يا باشا. آه والله رجعت 100 سنة لورا. عيالك دول يا مغاوي؟ Au début de l'année 80, quand le coq a apparu, il y a bouleversé le marché. Et c'est ça le signe d'un bon marché promissant. Et votre pays a montré de grands pas de progrès dans son marché. في بداية الثمانينات لما ظهرت البودرة قلبت السوق بمكسبها اللي كان أربع أضعاف الحشيش، وانتشرت البودرة وما اختفاش الحشيش، وهي دي علامة جودة السوق الناجح. وبلدكو قدر انها يعمل طفره في نجاح هذا السوق. Aujourd'hui, le tramadol a pris fort au marché et son pouvoir de concurrence est devenu de plus en plus évident. Surtout qu'il est en le moins cher et le plus facile à transporter. النهارده الترامادول ظهر بقوه في السوق وقدرته على المنافسه بقت اقوى بكثير، خصوصا انه الارخص سعرا والاسهل نقلا. And its benefits become 10 times the benefits of the other kind. It's especially known for its sexual effect, and this is the fastest way to publicity. ومكسبه وصل لعشرة أضعاف غيره، خصوصاً إنه مشهور بمساهمته الفعالة في العملية الجنسية، ودي أسرع وسيلة دعاية له. Nous voulons que le tramadol prenne sa place côte à côte au coq et au hache pour que le marché égyptien garde sa qualité. احنا عايزين الترامادول ياخد مكانه جنب البودرة وجنب الحشيش عشان يفضل السوق المصري محافظ على علامة جودته. And for not making the same mistake as our predecessors, we must be conscious
of every product that is to complement the movement of the market so that it can accelerate at any given time. وعلشان ما نقعش في نفس الغلطة اللي وقع فيها غيرنا زمان لازم نبقى واعيين كويس قوي ان اي نوع مخدر جديد هو مكمل لحركة السوق ومنشط في بعض الأحيان. C'est-à-dire, c'est possible, on peut très bien diminuer le H, diminuer le coq, dans le quartier où le tramadol n'a pas encore été propagé. Et dès qu'il prend sa place normale, le mouvement de vente des autres produits revient comme il était. يعني ممكن قوي نخفف الحشيش ونقلل البودرة في المناطق اللي لسه ما انتشرتش فيها الترامادول وبمجرد ما ياخد مكانه الطبيعي ترجع حركة بيع الأنواع التانية زي ما كانت.